باشمهندسين يفضل احنا قلنا يا باشمهندسين النقط عند البلاطه بتتنقل فين؟ عند تقسيمات البلاطه، ادي المربع بتاع البلاطه بتتنقل هنا وهنا وهنا. قلنا لو في تقسيم مختلف والبرنامج مقسم تقسيم مختلف اللي يحصل النقطه دي مش تعرف تنقل ايه الاحمال بتاعتها. طب عشان اخليها تنقل بعمل حاجه اسمها ايدج كونسترين هنا. لازمته ايه الايدج كونسترين ده؟ عشان يخلي اي نقطه على البلاطه دي تنقل هنا. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بص كده احدد الموديل بتاع المشروع كله واروح جاي له ايه اساين شيل حاجه اسمها اوتو ايدج كونسترين. يعني ايه اوتو ايدج كونسترين؟ يعمل لي كريت كونسترين على البلاطات بتاعتي دي كلها، اي نقطه حتى لو هم مشتركين مع بعض اعمل لي عليهم ايه كونسترين عندهم، حتى اكتب لك عليهم كلهم ايدج ايدج كونسترين ايدج كونسترين ايدج ايدج كونسترين. مفهومه كده يا جماعه؟ ابدا بقى اعمل ران للموديل بتاعنا عشان ابدا اصمم اول حاجه عندي الاعمده على الفيرتيكال لود. بس قبل ما اصمم الاعمده على الفيرتيكال لود بعرف له كومبينيشن اسمها ايه؟ 1.4 نحذف الكلام ده لسه هنتكلم فيه، نحذف كل اللوك كومبينيشن دي. فاكرين اللوك كومبينيشن احنا بنعرفها اسمها ايه؟ اد نيو كومبو. اول حاجه بصمم التيميت اسمها ايه؟ اسمي التيميت وليكن اسميها يو 1 عشان تبقى عارف ان دي حاله اسمها ايه؟ التيميت. 1.4 الديد لود زائد ايه؟ 1.6 اللايف لود. اجي من هنا كل الديد اديله كام؟ كل الديد اختار كل الاحمال الديد وادي الديد لود ادي اللايف لود ادي اللايف لود تجمعات تجمعات لا لسه فين؟ هنا بقى السكيل فاكتور بكام؟ 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 وراح جايب له ايه؟ اوكي. واعرف حاله كمان اسمها ايه؟ 1.5 تبع للكود الجديد. لازم برضو في حاله اسمها ايه؟ 1.5 1.5 افتح كوز خليها سميها يو 2 الاول، انا اسف يو التيميت 2 سميها لي 1.5 افتح كوز الديد لود زائد اللايف لود. واجي من هنا اضيف كل الكلام ده كله اقول له ادي الديد لود ادي اللايف لود ادي اللايف لود ال سي ادي ال ار وادي كل ده الفاكتور بكام يا جماعه؟ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 اقول له ايه؟ اوكي اوكي. بعد كده اقول له انلايز حاجه اسمها ايه؟ سيت لوك كيس تو ران. يعني ايه سيت لوك كيس تو ران؟ انت عايز تعمل ران لاني حاله من الحالات دي كلها؟ اقول له دونت ران اول او ران اول كده. ايه كده؟ عمل ران لكل الحالات كده. دونت ران لكل الحالات ده لحاله واحده، ده حاله واحده. فانا بقول له ايه كالكوليت ذا فروم، هنفهم يعني كلمه ذا فروم دلوقتي. وبعد كده بقول له ايه ران ايه ران ناو عشان يبدا ايه يحكي.